أم هاشم المشيرة رئيسة الديوان أم العواجز السيدة، ولما بنقول في مصر السيدة يبقى بنقصد سيدة واحدة مفيش غيرها، هي السيدة زينب أخت الحسن والحسين. وبرغم أن واحد من أشهر أحياء القاهرة متسمي على اسمها وهناك جامع وضريح يليق بمقام ستنا، لكن كتير من الأثريين والمؤرخين بينفوا وجود مدفن للسيدة زينب في مصر، وعشان كده ما كنتش عاوزة أنزل الفيديو ده لغاية ما شفت بوست الواحد بيحكي عن أثري متخصص إزاي فضل يشرح لهم أكتر من ساعة ويجيب أدلة إن السيدة زينب المدفونة في الضريح المعروف مش هي زينب بنت علي. وبعد ما الدكتور خلص كلامه العلمي استأذنهم دقايق يروح يقرأ لها الفتحة في المقام، حكاية قريبة من حكاية الأديب الكبير يحيى حقي صاحب رواية قنديل أم هاشم، واللي بطلها كان بيحارب الجهل بعد رجوعه من أوروبا. أهو يحيى حقي بقى نفسه وصى قبل وفاته أن يدفن جنب مقام السيدة نفيسة. المهم يا سيدي، السيدة زينب لما رجعت المدينة بعد استشهاد أخوها في كربلاء خاف يزيد بن معاوية من وجودها هناك أنها تحرك ثورة ضده، فأمرها بالخروج من المدينة. فاختارت مصر بعد نصيحة أهلها، واستقبلها المصريين في بلبيس استقبال يليق بيها، فقالت هناك دعوتها الشهيرة: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وأويتمونا أواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل لكم من كل مصيبة فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واستضافها الوالي مسلمة بن مخلد الأنصاري في داره، وبعد 11 شهر توفت السيدة زينب ودفنت في نفس المكان اللي عاشت فيه. يعني المقام اللي بنزوره النهاردة كان في يوم من الأيام بيت مسلمة بن مخلد، وكان البيت ده مبني على الخليج المصري اللي بياخد من مية النيل، وكانت قدامه قنطرة عملها الظاهر بيبرس عشان الناس تعرف تعدي، وكان اسمها قنطرة السباع عشان كان عليها سباع منحوطة من الحجر كانت رمز للظاهر بيبرس، حاجة كده شبه أسود كوبري قصر النيل. لكن تاريخ إنشاء جامع على قبر السيدة زينب محدش يعرف تاريخه بالظبط، لأن اللي وصل لنا من المراجع التاريخية أن الوالي العثماني علي باشا جدد المسجد سنة 951 هجريا 1547 ميلاديا، أما تاريخ البنى نفسه فمش معروف، وتجدد المسجد مرة تانية في القرن 18 على إيد الأمير عبد الرحمن كتخدة، واللي عمل قبتين فوق قبر العتريس والعيدروس، والعتريس هو أخو سيدي إبراهيم الدسوقي، أما العيدروس فكان من علماء اليمن. في سنة 1940 ميلاديا وزارة الأوقاف هدت المسجد القديم بالكامل وعمت المسجد اللي احنا عارفينه النهاردة. لكن كمان في مسجد ومقام للسيدة زينب في دمشق اللي بيأيد الرأي ده بيقولوا ان عبدالله بن جعفر زوج السيدة زينب كان عنده مزرعة في الشام، فلما حصلت مجاعة في المدينة سافرت السيدة زينب مع زوجها للشام وهناك ماتت واتدفنت. بس السؤال هنا هو ازاي السيدة زينب هترجع عند اللي تسببه في استشهاد اخوها الحسين؟ وبعدين هو انا لو عندي املاك بكسب منها ايه لازمته ان هاجر؟ طب ما اخد العائد وارجع ويفضل اهلي في مكانهم. ورأي كمان بيقول ان السيدة زينب بعد ما رجعت للمدينة ما خرجتش منها وهناك ماتت واتدفنت، بس محدش يعرف مكان لمدفنها. يعني عندنا كده القاهرة ودمشق والمدينة ومفيش مكان فيهم مؤكد. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.